طبعا هناك اجتماعات كبيرة سوف تحدث على هامش هذا المؤتمر للتأكيد على تعزيز مكانة البحرين كوجهة سياحية رائدة وعالمية وإقليمية. كذلك ضمن استراتيجية مملكة البحرين ل 2025 هو تعزيز مكانة البحرين كوجهة سياحية، والذي يعكس ذلك الهدف اللي تم وضعه باستقطاب ما يقارب 100 وجهة سياحية أو 100 خط جوي، على أساس أن احنا نزيد عدد الزوار لمملكة البحرين. طبعا احنا بالنسبة لنا في شهر ديسمبر هو شهر حافل، واحنا نعتبره هو شهر سياحة لمملكة البحرين. طبعا راح ان نعرض عليكم بإذن الله قريبا الأحداث والفعاليات التي ستقام تحت مظلة أعياد البحرين، الذي هو يعتبر النسخة الثالثة منذ إطلاقه في 2022، وهناك فعاليات كثيرة سوف يتم الترويج لها قريبا في شهر 10 بإذن الله.